في تنفيذ واضح للتوجيهات المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتواصل أعمال الجسر الجوي اليومي لإسقاط المساعدات على غزة. خليني هنا أخد دكتور سعيد عكاشة الخبير الكبير طبعا في العلوم السياسية بمركز الأهرام. أهلا بك دكتور. أهلا، إزيك يا صديقي؟ إزاي الصحة؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ كله تمام، من أخبارك إزاي؟ الحمد لله الحمد لله. بتستمر مصر طول الوقت في نقل المساعدات أو توجيه المساعدات إلى أهالينا في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية سواء إذا كان برا أو جوا، ويمكن النهاردة كان فخامة الرئيس قاعد مع رؤساء مجالس البرلمانات العربية وكان وصلنا إلى أنه الكل يناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بقرار نافذ لوقف هذا العدوان. إلى أي مدى ترى أنه من ممكن الوصول إلى هدنة ولو مؤقتة خلال الفترة القادمة خصوصا بعد موافقة أغلبية الحكومة هناك على المقترحات المصرية؟ يعني أتمنى بالفعل أن المبادرة تنجح، لكن أنا عايز أقول في البداية يعني الدور المصري على كل الأصعدة مظلوم بشكل كبير إعلاميا، يعني مش عندنا لكن بره. يعني مصر 80% تقريبا من المساعدات اللي بتوصل لغزة بتوصل من مصر نفسها، صحيح، مش عن طريقها، يعني مساعدات مصرية مصرية مصرية. الدور الدبلوماسي اللي بتلعبه مصر، الدور بتاع أجهزة الأمن المصرية في تخفيف عن الضغوط اللي بتعملها إسرائيل على القطاع، كل ده الحقيقة كان لازم يلقى عليه الضوء بره، لكن الدور المصري يعني فيه محاولات للتقليل منه، وأعتقد أنه مظلوم إلى حد كبير. أما فيما يتعلق بمسألة الهدنة فإنها في حقيقة الأمر مشروطة بعدة شروط، إنه يكون في مرونة من الطرفين، يعني لدى إسرائيل شروط ولدى حماس شروط، إذا استمر كلاهما في العناد فأعتقد إنه الفرصة بتبقى صعبة للغاية. طيب دكتور سعيد، بما أنه حضرتك ذكرت الدور المصري ومدى أهميته وأن هناك ظلم ما تجاه بخصوص التناول الإعلامي للدور المصري، ترى أن هذا الظلم متعمد بشكل أو بآخر؟ يعني في محاولة للتغطية على الدور المصري؟ أنا رأيي كده بالفعل يا سيدي، لأنه يعني مصر هي البلد الوحيد اللي بتقوم بالدور من غير ما تكون مستهدفة البروباجندا اللي بتعملها بعض القوى الإقليمية. بعض القوى الإقليمية بتحاول تعمل شو إعلامي عن بقى سفينة بتتحرك ناحية قبالة غزة، وفي نهاية الأمر العلاقات البينية بينه وبين إسرائيل أقوى بكتير مما أحد يتصور، بينما الدور المصري تاريخيا كان طول الوقت بيركز على انه انقاذ الشعب الفلسطيني من المخاطر التهجير، بانقاذ الشعب الفلسطيني من العدوان المستمر. مصر دخلت 3 مرات في العشر سنين اللي فاتوا عشان تبقى هي الطرف اللي قادر يعمل تهدئه. كل هذا التاريخ يعني في حقيقه الامر يجب ان يكون تركيز اعلامي كبير معادل ما يعني يتم اغماط الحق المصري في الخارج، ومحاوله بعض القوى الاقليميه انها تنسج يعني بعض المظاهر الإعلامية وكأنها بتقوم بأدوار حقيقية، ولكن الدور هو مجرد دور دعائي وفي تنافس إقليمي ولا يهتم بالقضية الفلسطينية ولا بالشعب الفلسطيني. طيب هنا دكتور، ما مدى منطقية الموجة الخائبة اللي بتتحدث أحيانا في الداخل وأحيانا كثيرة في الخارج عن أنه مصر لا تريد إنفاذ المساعدات إلى غزة وأصل مصر بتغلق المعابر؟ ليه بقول محاولات خائبة؟ لأنه إزاي دولة بتعمل إسقاط جوي للمساعدات وفتح المعبر بتاعها 24 ساعة وفي نفس الوقت هي الشريك الأكثر فاعلية في مفاوضات الهدنة ومفاوضات حل الدولتين وما إلى ذلك؟ يعني إلى أي مدى أحيانا بعض دوائر صنع القرار في الخارج بيتعاملوا بلا منطق مع الدور المصري؟ بطبيعة الحال نحن نتحدث عن أنه يعني الأمم المتحدة نفسها في أكثر من مناسبة كان في إشادة بالدور المصري اللي لعبته في إيصال المساعدات، مش بإيصال المساعدات ده اللي هي بتقوم ب 80% أو 90% من الأدوار الموجودة على الأرض، هي اللي قامت بيها. دي شهاده الامم المتحده، المنظمات الاغاثيه اللي كانت بتنقل الاغذيه عن طريق الحدود المصريه والمساعدات الطبيه. شهادات موجوده الان، لكن المفارقه ان الطرفين القتال حماس واسرائيل الاثنين هم اللي بيحاولوا يقللوا من الدور ده، وده شيء غريب جدا. يعني يعني ازاي افهم اسرائيل تقلله؟ لانها حاسه ان مصر عقبه امام المخططات اللي هي بتقوم بيها في غزه دلوقتي.
لكن اللي مش مفهوم ان بعض الناس المنتمين لحماس انهم يقوموا بنفس الدور وينتقدوا او يحاولوا يشيعوا بعض الاكاذيب حوالين ان مصر بتمنع. ما حصلش. اثبت الكلام ده، البينه على من ادعى وليس على من انكر. ذكرنا في هناك ادعاء بانه مصر بتمنع او بتحد، طلع الادله اللي انت بتقول عليها، وريني المنظمات اللي بتقوم بالدور الاغاثي بتقول ايه حوالين التسهيلات اللي بتاخدها من مصر، وريني المنظمه الامم المتحده وهي جهه رسميه بتقول ايه عن الدور المصري. ده اللي انا اقدر اعتمد عليه. لكن انك انت لانك بتروج لادوار اخرى عايز تخدمها فتاتي باكاذيب وتقول ان مصر بتمنع، هذا كذب صريح ومثبت انه كذب بالفعل. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور سعيد، كل الشكر للدكتور سعيد عكاشة الخبير والمحلل السياسي بمركز الاهرام.